تحية طيبة خاصة حارة من ملعب الجوهرة من مدينة الملك عبدالله الرياضية. تحياتي محدثكم فارس عوض من كابينة التعليق للتواصل معكم عبر هذا اللقاء. نتمنى بأن نشاهد مباراة كبيرة على قدر الطموحات. كلام كثير عن هذه المباراة. نتمنى بأن نشاهد مباراة كبيرة على أرضية الملعب. نتمنى بأن نستمتع بكرة قدم هجومية مثيرة بين الفريقين. وأكيد نريد أن نرى أهدافا كثيرة اليوم. انطلاقة رائعة هنا قد تكون بداية. مستحيل البداية. أي قوة، أي إثارة، هدف مبكر، اشتعلت الأجواء. انظر إلى الحماس، استمع إلى الأصوات. الله على هذا الصخب. نشوف الهدف من جديد، شوف العرضية كيف لعبها بشكل منخفض، لكن المميز في الهدف كيفية التعامل مع ضغط الخصم قبل لعب الكرة في الشباك. أظهر قوة كبيرة في اللقطة. إذن أول أهداف هذه المباراة مشاهدينا متابعينا. النتيجة 1-0 الآن. روبرتو كارلوس. تمريرات متتالية بحثاً عن ثغرة، بحثاً عن مساحة في خطوط الدفاع. ركلة زاوية. ركنية تنفذ داخل ال 18. يا الله، النيران الصديقة في مثل هذه الكرة. لا تكفي النوايا الحسنة، التركيز يجب أن يكون موجودا في هذا اللقاء. إعادة للقطة الهدف العكسي من جديد. هذه الأمور تحدث في كرة القدم وعلى الجميع تقبلها. هدف تعديل الكفة. التعادل الإيجابي 1-1. ينطلق الاتحاد في المساحات الموجودة على الطرف. يتدخل والكرة تخرج إلى ضربة زاوية. جماهير تعرف أهمية الكرات الثابتة في هذا اللقاء، تتفاعل مع هذه اللقطة. الخطورة قائمة بعد فشل في الإبعاد. يحاول أن يجد ثغرة، يحاول أن يفتح مجال. تدخل ممتاز يحرم المنافس من هدف محقق. كرة مرتدة فيها خطورة. يا السلام على الاحتفاظ بالكرة. يا السلام على التناغم. الله على الانسجام. شوف التمريرات، شوف النقلات. انظر إلى التدخل بدون خطأ. روبرتو كارلوس. راحت إلى خوليت. فرصة والكرة في وضعية الهجوم. الحارس يخرج في توقيت مثالي، يبعد هذه الكرة ويبعد الخطورة. عرضية تبعد وتنتهي الخطورة. عبد الرزاق حمد الله يهرب بالكرة، مر فيها، انطلق فيها، راح. الله على هذا الهدف، هدف يعيد الأفضلية والتقدم في النتيجة. شوف اللقطة، شوف الإعادة، شوف المرور بكل سهولة. أشعرنا كما لو كان في الملعب أمام فاضي تماما. هدف رائع. تنطلق المباراة مرة أخرى. النتيجة هدفين لهدف. لوثر ماتيوس. توغل هجومي مستمر وحلول متاحة هنا. فقدوا الكرة. كانت فرصة خطيرة جدا. هدف محقق. نجم اليوم بلا منازع، هاتريك للمرة الثالثة يزور الشباك. نشوف
نشوف الهدف من جديد. عمل جماعي، تمريرات مميزة من الفريق، وفي النهاية كان الإنهاء سهلا في المرمى. هدف يعطي قيمة العمل الجماعي وبصمة المدرب بالتأكيد. النتيجة الآن 3 أهداف مقابل هدف وحيد، والكرة تعود الآن من نقطة البداية، والكرة عند لوثر ماتيوس الآن. دقيقة واحدة كوقت بديل في المباراة. تمريرة رائعة هنا. الله على التصدي المثالي. ضربة ركنية ترسل إلى وسط منطقة الجزاء. مع الصافرة نخرج إلى الاستراحة ما بين الشوطين. الشوط الثاني ينطلق هنا في ملعب الملك عبدالله في الجوهرة المشعة. حلوة البينية العالية. دفاع قوي وتدخل لافتكاك الكرة. يتحرك بالكرة للأمام. فرصة هدف الآن. تصدي هنا لكن دون إبعاد للكرة. تدخل مثالي وإبعاد للكرة كانت خطيرة. لوثر ماتيوس. يفكر في كل الحلول المتاحة. أعتقد بأن المدرب سيدفع بلاعب بديل في هذه اللحظات. ركنية في المنتصف. كان فيها تهديد حقيقي على المرمى، لكن انظر إلى التدخل. اعتراض للكرة. يفتك الكرة في هذا المكان والضغط يتواصل. ثقة كبيرة من الحارس في التعامل مع الكرة. هساوي. عبد الرزاق حمد الله بيعدي فيها، يتقدم فيها. مميز جدا حارس المرمى. شوف التصدي، شوف الواحد على واحد، انظر كيف تعامل، كيف تصرف، اي مرونة. يبقي الكرة بعيدا عن المرمى، والنتيجة كما هي بالتأكيد. محاولة لكرة مرتدة في مساحات موجودة، لكن لازم استغلال الكرة المرتدة. ضاعت الهجمة المرتدة، والآن الكرة بتعود للفريق الآخر. ربع ساعة على نهاية أحداث اللقاء. روبارينيو. اعتراض ناجح هنا لهذه اللقطة. كانتونا. عبد الرحمن العبود. عرضية في وسط الثمنتاش، لم تدخل بعد. المدافع يبعدها. هدف، هذه فرصة هدف. أي هدف هذا؟ يحسم الأمور ويوسع الفارق في الدقائق الأخيرة ليؤكد على تفوقه. نظرة جديدة على الهدف هنا من خلال الإعادة. شوف التمركز السليم، شوف التموضع أمام المرمى في انتظار الكرة. المسافة قريبة، أكيد الهدف مضمون. قربنا من النهاية. المباراة تعتقد انتهت مسبقا، لأن فارق النتيجة كبير جدا، من الصعب تعويضه في الوقت المتبقي. كرة عرضية في المنطقة.
التصدي لكنه لم يخرج الكرة. أي هدف هذا! مرة أولى أخطأ الحارس، مرة ثانية كان لابد من استغلال الخطأ. نتابع الهدف مرة أخرى، شوف الكرة من البداية، شوف الخطأ في التصدي واستمرار الخطورة. الخطأ ممنوع، العقاب يعني هدف. الدقيقة الأخيرة من عمر هذه المباراة، رباعية مقابل هدفين، الفارق يصبح هدفين بعد هذا الهدف. الكرة متاحة للتسجيل. الله على التصدي القوي. هذه هي صافرة نهاية المباراة، وفشل الفريق الضيف في تحقيق أي نتيجة إيجابية. أداء أقل من المتوقع، الخسارة كانت تؤكد سوء الفريق في الملعب اليوم. الجماهير لا تستحق هذا الأداء، وعلى الفريق تقديم مستويات أفضل في الملعب.